السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الشرنوبي. هنشرح دلوقتي طريقة تثبيت رقم الـ IMEI على الموبايل. الطريقة اللي هنشرحها النهاردة غير طريقة الـ MTK اللي بنكتب بيها رقم الـ IMEI عن طريق الـ MTK. طريقة الـ MTK مش بتثبت الرقم على الموبايل، بمجرد ان انت تعمل ريسيت للموبايل او تنزل روم جديدة او حتى ابديت للروم، الرقم بيروح تاني وبتضطر ان انت تدخله من جديد. لكن الطريقة بتاعت النهاردة هتثبت او هتفلش رقم الـ IMEI على الموبايل من جديد. اول حاجة هنعملها هننزل البرنامج ده، وهيكون الرابط بتاعه اسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد ما ننزله هنفك الضغط. بعد ما نفك الضغط هيكون عندنا الفولدر اهو بالشكل ده، هنفتحه وندخل هنا وندوس على سيت اب، نعمل يس. وهنمشي مع الخطوات ونثبت البرنامج. طبعا انا مش هعمل كده لان انا مثبته عندي بالفعل. بعد ما البرنامج ينزل هيكون عندنا الشورت كات بتاع الديسكتوب بالشكل ده، هندوس عليه كليك يمين وهنعمله له run as administrator، هندوس yes. البرنامج هيفتح معانا بالشكل ده، هندوسه على options وهنختاره. تاني اختيار ده هنعلمه لي صح. بعدين هندوسه على ريكونكت ونوصل الموبايل بتاعنا. طبعا الموبايل بيكون مطفي، بنوصل فيه الكابل وبنوصل الكابل في الكمبيوتر او اللابتوب، بيقرأ معانا الموبايل بالشكل ده. هندوس اوكي. بعدين هنختاره من القائمة دي IMEI داونلود، هيجيب لنا الصفحة دي، هندوسه على change NV RAM database file وهنفتحه الملف بتاع الروم اللي نازلة على الموبايل. يعني أنا مثلا الموبايل بتاعي انجوان 3G HD والروم بتاعته اللي هي دي الأندرويد 5.1 اللي هو اللوليبوب. هدخل على الفولدر بتاع الروم بتاعتي وهختار الملف ده database file underscore LWG، هندوس open. تمام. بعدين هنيجي على سيم 1، هنكتبه هنا رقم الـ IMEI بتاعي، هنكتبه كل الأرقام وهو أوتوماتيك آخر رقم بيكتبه هو أوتوماتيك في الخانة دي. يعني هو بيبقى 14 رقم تقريبا، هنكتبهم هنا وهو أوتوماتيك بيحط آخر رقم في الخانة دي. بعدين هندوسه على داونلود تو فلاش دي. لو الموبايل بخطين يجي على سيم 2 كمان ونكتبه رقم الـ IMEI التاني، وبعدين هندوسه على داونلود 2 فلاش. بعد ما نخلصه هنقفل القائمة دي وندوسه على disconnect، وبكده احنا فلشنا الـ IMEI رقم الـ IMEI على الموبايل بتاعنا ونفتحه من جديد وندوسه على علامة التليفون ونكتبه نجمة شباك 06 شباك. وأرجو إني أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.